سهلا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم اللوك حيل سهل، حيل سهل. هتحتاجون بس شغلتين، كنتور كريمي او روج، بس افضل كنتور كريمي. وراح تحتاجون جليتر، بس تخيلين يعني اسهل من كذا ما فيه. هو يعتمد بس على انك انت تكونين تعرفين المساحه اللي تناسب عينك، يعني بحيث انك ما تكثرين وما تثقلين وما تطلعين برا العين، لان اللوك حيل بسيط. تقدرين تحطين لنفسك، ما تحتاجين ميك اب ارتست ابدا، انت سوي الميك اب ارتست لنفسك. خلينا نشوف. طبعا كان اهم شيء عندي ان تكون البشره جلوي، اوكي، لاني في اللوك كذا يكون حلو. اول شيء راح اخذ الكونتور الكريمي واوزعه على مساحه الجفن. طبعا اللون اللي اخذته هو بني على رمادي، وتقدرون تحطون شوي على بني لو حابين. شايفين؟ تخلي يدك خفيفة وطلعين الشدو، تسحبين على برا، بس يدك حيل خفيفة لأنه ما نبي يكون ثقيل. طبعا لو حطيت اللون على طول على الكونسيلر راح يكون حيل قوي، فانتظري انه ينشف شوي الكونسيلر، بعدها حطي عليه لون نفس الدرجة، او اذا تبين تغمقينه شوي تفتحينه شوي. انا بالنسبة لي حلو على نفس الدرجة، بس راح اعطي شوية تكبني، ما ابي حيل رمادي نفس كذا. وبعدها خلاص احط الجليتر، انتظري ينشف شوي. اخذ الجليتر واحطه على مساحة الجفن، متحرك هالشكل. بعدها تحطين شادو مات، تثبتين فيه الكونسيلر اللي حطيتيه من قبل، سواء كان نفس الدرجة، تبين تغمقين شوي، تبين لك الحرية، بس تسحبين على خفيف. شايفين هنا تحت العين نفس درجة اللون هنا، تحطينها هنا بس عشان تسحبينه معه. بعدها حطين من نفس الجليتر اللي حطيناه في البداية هنا، شايفين نفس الجليتر احطه في المساحة. أشياء ترجع لك، يعني مثلا انت حابة تحطين داخل العين بني يجي أسود، يجي لأنه ينفع للسموك، يعني ينفع تعتبرين اللوك سموك. هنا تبين تحطين مدمع ترسمين عادي، أنا راح أحط بيج، أحب المنطقة هذه تكون نظيفة لا كحل ولا غيره، لأن عيني من النوع اللي تدمع، فما أحب أحط شيء. راح أكتب فيه بلون بيج فاتح، شايفين مساحة تبين نظيفة أفضل، اللي عيونها مدمع أبدا ما أنصح أن يرسموا كحل. حيل سهل، حيل سهل، ما أخذ 5 دقايق، حيل سهل. لازم تطبقونه، لازم. تدون أنا سريعة بالمكياج اكيد، بس انه لازم اذا كنت صورت توتوريال كذا ياخذ مني وقت، بس هذا فعليا ما اخذ مني وقت ابدا. صح، حواجب اليوم ما حطيت فيهم ولا شيء، لاجل الحواجب ولا مسكت حواجب، مالي خلق كذا، مالي خلق اسوي ولا شيء، بس يعني كان بخاطر اسوي لكم كذا توتوريال سهل. طبعا ركبت رموشي الطرفيه، وصراحة أنا حابة شكلها مع المكياج أكثر، هوني صورتها لكم ذاك اليوم بدون ميك اب، بس كلها عجبتني أكثر، تجنن مع الميك اب، حيل تجنن. ثاني شغلة بالنسبة للعدسات، ما أتذكر شنو اسمها، بس أتوقع أنها من ديفا، ممكن تكون أي فوري، ممكن، مو متأكدة، لا حد يسألني على العدسات لأني من زمان ما أذكر وشي، يعني شفتها بوجهي ركبتها وبس. ان شاء الله يكون عجبكم اللوك، استمتعتوا، بس تصبحون على خير.